عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين الآتي. هنعمل عجينة العشر دقايق. العجينة دي يا جماعة حلوة جدا وبتنفع في حاجات كتير قوي، دلوقتي هنتكلم عليها. علشان الحشوة بتاعتنا عايزين ستيك، عايزين فلفل ألوان، بصلة، عايزين كزبرة ناشفة، بابريكا، كمون، زيت وجبنة تشيدر. ودي احنا يعني هي عاملينها كالزوني، بس يعني الكالزوني هي طبعا أكلة إيطالية، بس احنا عاملينها بحشوة رايحة للمكسيك شوية. فكمان حتى التقديم، الطبق الجانبي اللي هنحطه جنبيها هيكون أفوكادو وطماطم، ليمون، بصل، خل وزيت زيتون، ودول كلهم هيتعملوا هيكونوا مع بعض. فالنهارده الكالزوني بفاهيتا اللحمة، زي ما قلت لكم وصفة لذيذة كده واخدة من البلدين. زي ما احنا عارفين الكالزوني إيطالي والحشوة اللي احنا عاملينها مكسيكي خالص. فدلوقتي احنا بس في خطوة كده سبقتكم فيها، وهي ان احنا جبنا الستيك وقلبناه مع شوية زيت كده بس على النار اهو. طبعا اخر حاجة بنحطها البصل، لان احنا مش عايزين الحاجة مطبوخة زيادة عن اللزوم. احنا علشان نعمل عجينة العشر دقايق عايزين 5 كوبايات دقيق، ربع كوباية لبن بودرة، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 كوب ماء دافئ، ونص كوب زيت. طبعا الكالزوني كعجينة أصلية ما بيتحطلهاش اللبن البودرة، بس احنا يعني لما بتحطلها لبن البودرة احنا يعني بتبقى العجينة أدسم، فاحنا هنحطلها، بس اللي مش عايز ممكن ما يحطش. طيب ازاي بتتعمل عجينة العشر دقايق؟ دلوقتي احنا عندنا المكونات اللي قلناها دي كلها، هنخلطها كلها مع بعضها باستثناء 3 كوبايات من الـ5 دقيق، يعني هحط 2 بس في الخليط، ونص كوباية الزيت. دول الحاجتين اللي انا هخليهم على جنب، 3 كوبايات دقيق من الـ5 يعني هعجن ب2، والنص كوباية زيت. هعجن بقى كل المكونات اللي فاضلة كلها مع بعضها مع 2 كوباية المية الدافيين وكله والخميرة وكله، وهغطيهم واسيبهم 10 دقايق. هلاقي العجينة كبرت لان نسبة الخميرة للدقيق عالية، فهتخليه بسرعة يخمر. بعد 10 دقايق بحط الـ3 كوبايات دقيق اللي فاضلين مع نص كوباية الزيت، وبعجن شوية وبشتغل في العجينة عادي. بس دايما قبل الخبز بفضل ان احنا نسيب العجين بتاعنا يرتاح، ايا كان اللي احنا بنعمله، ايا كان نوع العجينة، معجنات، كالزوني، ايا كان، نسيبها بس يعني تلت ساعة نص ساعة قبل ما نحطها في الفرن. يعني بنقطعها ونحطها في الصينية ونغطيها ونسيبها نص ساعة وبعدين نبقى نشتغل فيها. طيب هنا عندنا اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهي كده لونها جميل. هنبتدي بقى نحط البصل ونحط الفلفل الألوان اللي عندنا. هنحط بقى دلوقتي شوية ملح. شوية فلفل. عندنا بقى الكزبرة الناشفة. عندنا الكمون، عندنا البابريكا، ودول كده احنا كده خلصنا من الحشوة. ناقص بس ان احنا لما نيجي نحطها جوه الفطيرة بتاعتنا هنحط معاها جبنة. عندنا الجبنة، هناخد الجبنة اللي عندنا وهنحطها فوق بالشكل ده. انا فردناها على ورق زبدة زي ما انتوا شايفين. هنقطعها زي ما اتفقنا، نقطعها كده عشان نساوي الاطراف بتاعتها كلها. الفرن بتاعنا سخن،
دلوقتي هنعمل ايه؟ هنسيبها مفروض انها كمان مرة تخمر، نسيبها كده نص ساعة تقريبا تخمر، وبعدين ساعات بعد كده بدهنها بالبيض وبحطها في الفرن. بس احنا علشان الوقت هندهنها على طول دلوقتي مع بعض بالبيض وندخلها على الفرن على طول. وهنعمل دلوقتي مع بعض الخليط بتاع الأفوكادو علشان خاطر نخلص من الوصفة دي كلها تبقى جهزت عندنا. عندنا هنا الأفوكادو أهو مهروس، ده دب كده بيبقى جنب الوصفة بتاعتنا، بنقدر كده ان احنا يعني كل حتة بناخدها بناخد قطعة من دي معاها، بيبقى طعمها حلو جدا. هناخد الأفوكادو المهروس اللي عندنا اهو، هنحط معاه شوية بصل صغيرين مقطعين صغير، هنحط معاه ليمون، هنحط شوية طماطم مقطعة صغير برضو، وهنحط شوية ملح وفلفل، وكده نبقى احنا جهزنا الدب. ادي الملح وادي شوية فلفل، كده الدب بتاعنا جهز اهو.